الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة طعمها طيب وريحها طيب، هذا الأترج مثل بذلك، لأن قلب المؤمن أبيض داخل جوفه الترج أبيض، فكذلك قلب المؤمن الذي يقرأ القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، هذا هو أترنج الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة، وصلى الله على نبينا محمد.